الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. إن تعرضك للضغط العصبي أو سوء التغذية لمدة طويلة ممكن يؤدي لتصفح الشعر بكل الناس. خلي بالك، كل كويس وهدي أعصابك. تفضلي. لا 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 لا، انا جبت اخري خلاص من العربية دي. لا لا، انا لازم ابيعها ان شاء الله. يا بنتي دي رابع مرة تعملها معايا. التليفون هو 3 8 3 5 3. اكيد السواق هيجي ياخدها. طبعا. بصي هكلمك تاني. طيب اتفضل. فندم نديم، معقوله انت مش فاكرني ولا ايه؟ ازيك يا لبنى، اخبارك ايه؟ انت ازاي يا ابني اختفيت كده؟ ده انا ما شفتكش من ايام ثانويه عامه. اخبارك ايه؟ طمني عليك. انا تمام الحمد لله، نعمه وفضل والله. انت اخبارك ايه؟ والله انا كله تمام الحمد لله، كويس. ايه حكايه التاكسي ده؟ انت كويس؟ انا تمام والله زي الفل الحمد لله. فتح يا عم الحمار انت، خلي بالك شوية. الله يسامحك يا سيدي. نورها يا لبنى والله. مرة واحدة. حاجة صدفة. دي أنا هنزل هنا بس. حاضر. برضه مصيرة ما تاخدش الفلوس؟ ما يصحش. ميرسي يا نديم. نورتيني. مع السلامة. مع السلامة. ويقرأ أخبار الصباح الطالب نديم المنصوري. افتتح رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي صباح اليوم مصنعا جديدا للحديد والصلب. يلا يا نديم بقى على الدنيا. مفيد فوزي ماليش مزاج يا صاف. انت هتبتلك من دلوقتي؟ امال لما تبقى مذيع بجد هتعمل ايه؟ ايه حكاية التاكسي ده؟ انت كويس؟ فتح يا عم الحمار انت. 105.3 هو ده الراديو. النهارده هو يعتبر نجوم الشباب. مش هتبقى ما تقولش دلوقتي ما تتكلمش. استنى استنى استنى، مش هتبقى طبعا. هو صوته يعني بيعجبني انا، في بحث ما بيغنيش حاجه اللي هو اي كلام. ربنا يخليك، انا سعيد اني موجود معاك والله. قول لي بقى سمس، احنا دايما في كل البرامج بيقول لك بدايتك كان عادي. انا عندي اقول لك نهايتك ايه دلوقتي؟ الجديد. الجديد. اه. الجديد.
جديد ان انا موجود معاك ان شاء الله. حبيبي دي حاجه بجد حبيبي اسيم، سعدني جدا. ليه اسمح لي احيي كل مستمعيك واقول لهم انا سعيد اني موجود مع حضراتكم. يا رب تقبلكم. شكرا. الخيمه يا اسطى. اتفضل. شكلك ابن ناس مدير والله. ربنا يكرمك. هم ولاد الناس بيبانوا. الله يعزك. صباح الفل. تسلم كتر خيرك حبيبي. انت لسه تعبان ولا ايه؟ بس بدوخه كده بس. مع السلامه. بطني. مالك يا حسن؟ في ايه؟ بطني بتتقطع يا جمال. خير؟ في ايه يا رجاله؟ شكله تعبان شويه. عايز تراجع ولا ايه؟ اقف يا اسطى. حاضر. ثواني ثواني ثواني. خلاص خلاص سكاكين يا جمال. لا 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 ما تخافش ما تخافش. مش قادر. ما تخافش. اقف يا اسطى. الله يبارك لك. في ايه يا جماعه؟ انزل يا ابن العربيه. سمعت قال لك ايه؟ انزل بدل ما احطها لك في قلبك. طب يا جماعه بالراحه. حاضر حاضر. نازل اهو بالراحه كده بالراحه. حاضر. عايزك بقى قبل ما تنزل تطلع كل اللي في جيبك. انا عايزك خفيف خفيف زي العصفور. ايوه يا دنجس. يا دنجس يلا انصت يا حلوه الكوبايه دي. ده بايظ دي. يلا اثبت يا ده. انا خايف عليك لا تتعور. يلا مدينا نديم ابراهيم اتشواتشاي. المفروض ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي يحصل في ايه؟ العربيه. اديك بلغت بالمحضر ولو في اي جديد هنبعت لك. محمد بيه هنا موجود؟ مريح جوه شويه. طب يعني ممكن تلاقوها ان شاء الله؟ ممكن وممكن يعني جايز ياخدوها يفتتوها 100 حته ويبيعوها. المهم انك تصرفت صح. يغور التاكسي يا راجل يغور. المهم انك سليم ولا ايه؟ طبعا. سلام. ايه يا حاج بطاقتك. اهلا وسهلا. يا ضناني ولا في حاجه مخبيه علينا يا ابني؟ الحمد لله الحمد لله. ربنا الهمني ان انا ابقى هادي كده واتصرف بعقلي. الحمد لله يا ابني انك انت بخير. الحمد لله. بس التاكسي هو اللي كان معيش من غير الاقساط اللي عليه. مش مهم، المهم ابني سليم والحمد لله. الحمد لله.
أبقى ساكن بخمسمية جنيه في الظاهر وعندي عمارة تساوي ملايين في مصر الجديدة. يا سبحان الله. احنا هنعيده تاني يا نديم، ما احنا بناخد حقنا يا ابني. حقنا؟ المية جنيه دول بتسميهم حقنا؟ يبقى عندنا عمارة تساوي ملايين وأقل شقة فيها ممكن تتأجر من 4 ل5 آلاف جنيه في الشهر وبتسميهم حقنا؟ والله الكلام ده ما يرضيش ربنا. طب يا ابني احنا في ايدنا ايه وما عملناهوش؟ ما هو ده نظام الإيجار القديم. بعدين على يدك قضايا ورفعناها وخسرناها وفلوسنا كمان خسرناها. بس أنا سامع اليومين دول الحكومة شغالة على القانون ده وإن شاء الله إن شاء الله هتفرج. حلني، ما هم بيقولوا كده من زمان. يلا أهو بكرة أول الشهر ما نشوف المية جنيه دول هيعملوا لنا إيه. طب يا ربي، طب والحل؟ والله الحل انتوا عارفينه، ما هو مش معقول يبقى عندنا ملك وعايشين العيشة دي. الكلام ده ما يرضيش حد. أنا نازل. طب مش تاكل لك لقمة يا ابني؟ ماليش نفس. سيبيه سيبيه، الواد مخنوق، ساب كليته واشتغل على تاكس عشان يصرف علينا، واحنا عندنا عمارة بملايين. مصر الجديدة، عمارة المنصور. عمرتنا، عشت هنا سنين طفولتي الحلوة اللي ما فيهاش أي هموم ولا خوف من بكرة. يا الدنيا ازيك يا نساء؟ الحمد لله كويس. ايه ده انت قاعد كده ليه؟ هو انت جاي تاخد الايجار بدري ولا ايه؟ ايجار؟ هو ده ايجار برضه. اه طب ما تفضل تشرب حاجه. لا كتر خيرك، كنت معدي بس كده اشوف عم عابدين البواب لما فلوس الصيانه ولا ماشي على طول. الاستاذ سيد عامل ايه؟ والدتك بخير؟ بخير والله الحمد لله كله تمام. بقول لك يا نساء، كنت عايز اكلم الاستاذ عبد الرحمن. انا عارف ان هو بيرجع كل يوم الساعه 5 وانا بكره هبقى موجود في العماره من الصبح. يا ريت اول ما يرجع حضرتك تقولي لي. خير؟ في حاجه؟ خير ان شاء الله، كل خير. طيب بعد اذنك. ايوه 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 حاضر حاضر. ايه يا عم الخبط والرقع ده؟ يا سعيد كنت نازل؟ لا انا كان عندي كام مصلحه كده هشقلبها. خش خش. مالك يا عم وشك مكرمش كده ليه؟ عربيتي اتقلبت مني يا موسى. التاكس؟ عايز ايه ده؟ مش عارفة، أنا حاسة إن هو جاي يتكلم في موضوع الإيجار ده. اللي اسمه نديم ده مش سهل، أبوه غلبان. ولا غلبان ولا حاجة، تلاقيه تهد بس. ده سنين عمال يساومنا عشان أسيب له الشقة، ورفع قضية على كل السكان بس خسرها. طب خليه يتكلم كده وأنا أديله فوق دماغه، ما أعرفش إن أنا محامية ولا إيه. قفله على الموضوع ده بقى، هو أصلاً ما فيش في إيده حاجة يعملها. معاك حق يا أماني. بقول لكم ايه، سيبكم السيره دي وشغلوا لنا البرنامج بتاع الاغاني ده بتاع المسابقات، مش ده ميعاده برضه؟ ايوه. بقول لك يا ماما، ما تقومي تعملي لنا فشار بقى لما يبتدي البرنامج. وانا عايزني لعبك مع شو رايك انت تديني اسامه يسلم الحلقه؟ اسامه
الخرز وعمليات يعني ياس من هلا للاخر. طبعا انت الاستاذ ورغم انه تبقى دائما حبيب الكل يعني. انت غلطان. انت كان لازم تستموت على عربيتك ولا تسيبها للعيال الهزو دي. هتستعبط. بقول لك رفعوا عليا سلاح. انت عايزنا موت نفسي يعني عشان خاطر حديد في حديد؟ مش احسن ما كنت تتقلب التقليبه اللوز دي؟ انا لو منك اقول انها اتسرقت وانا مش فيها. الحته هنا تاكل وشك يا ابني. دي الحته كلها هنا بتقول عليك انك ابن ناس. يا سلام. وانا لازم يعني ابقى بلطجي ولساني زفر عشان يتقال عليا ذكر؟ انت حر بقى. بس انت كده هتسيب حقك؟ بس خد يا الامر اشرف طعميه هو اللي هيدلنا فين عربيتك ومين اللي خدها. ولو اني مش فاهم، عندك ملك بملايين صارح لي اجري في الشوارع. ما هو ده يا اخي لسه كنت بفكر فيه والله. انت لسه فاكر تفكر؟ ما انا ما قلت لك مفيش ثقه في موزه خالص. عايدها لك تاني، انا كفاءه اخلص لك الليله دي. ازاي يعني؟ اخلي لك العماره دي وتبيعها ارض. يا سلام بالسهوله دي. طب ازاي؟ مالكش انت فيه بقى. انا اوعدك ان انا اسلمك العماره. سعيد موزه لما يوعد لازم يتوفى في وعده. بس انت بحليلي بقي. انا عايز اعرف برضو هتخليها ازاي. مش ممكن تعمل حاجه شمال كده ولا كده؟ يا عم لا شمال ولا يمين. انت ليك تستلم عمارتك وانا اسلمها لك في شهر. هو اكله بحلقه؟ سعيد موزه. نعم. بقول لك ايه، ابعد خالص عن الموضوع ده، انا مش عايز مشاكل. انت حر بقى. انت اصلك كده غاوي فقر وشحاته. طيب انا نازل ساعتين زمن وراجع. خليك قاعد انت. سعيد موزة اعرفه من وانا عندي 10 سنين. كنت وقتها لسه راجع انا وابويا وامي من الكويت هربانين من الغزو العراقي وسايبين ورانا كل قرش ابويا عمله هناك. كل حاجة راحت وابتدى ابويا من الصفر. وعشنا هنا بعد ما كنا اجرنا شقتنا في العمارة قبل ما نسافر. اول واحد عرفته كان سعيد. ياما دفع عني وحماني من اهل المنطقة اللي كانوا دايما بيعتبروني عايل فرفور. وهو لسه لحد دلوقتي شايفني كده. وده لان عمري طبعا ما شلت ولا سلاح ولا مديت ايدي على حد ولا حتى بغلط في اي حد. ياما سبت حقي وسامحت. مش ضعف ولا جبن مني، بس انا كده مسالم ما بحبش المشاكل. بس يظهر بقى ان خلاص لازم اتغير. عشر شقق، كل واحد من سكانها ما عندوش استعداد ان يقرب لشقتهم او حتى خد مليم واحد زياده في الايجار. انا لو مكانهم هعمل زيهم اكتر، بس برضه هما لو مكاني ما كانوش هيرحموني. يبقى لازم احاول. لازم. أنا عايز أعرض عليهم فلوس. هيطلبوا منك فلوس كتير ويعجزوك. مش مهم، يطلبوا اللي يطلبوه، المهم نفك الأزمة اللي إحنا فيها دي. وكمان ربنا يديكوا طولة العمر والصحة. إحنا بنحتاج أدوية مش أقل من 1000 جنيه في الشهر. ويعني بعد سرقة التاكسي والأقساط اللي لسه مكملة معايا دي، هجيب الفلوس دي كلها منين؟ وكل ده إحنا لسه ولا أكلنا ولا شربنا. يا ابني أنا مش عايز أحبطك ولا دخلك في مشاكل. سنين وانا بحارب في الموضوع ده وفي الاخر فشلت. عارف يا بابا، على قد ما سرقه العربيه دي قهرتني، على قد ما صحصحت لي دماغي. انا كنت كل يوم من صباحات ربنا مكفي على التاكسي لحد اخر الليل، ما كنتش بفكر في اي حاجه. بس اللي حصل ده لقيته اشاره من ربنا اللي احنا لازم ندور ونجيب حقنا. ونعم بالله يا ابني. شوف يا نديم، العقد شريعة المتعاقدين زي ما انت عارف، والمسلمون عند شروطهم. المهم يا ابني ان هم لم يضعوا شرطا احل حراما او حرم حلالا، لكن مفيش مشكلة من ان المالك والمستأجر يتفقوا مع بعض
على تغيير قيمة الإيجار. خلي بالك إن القيمة الإيجارية للعقارات دلوقتي أصبحت لا تساوي شيئاً. طبعاً يعني يا شيخ عبادة، لو رحت طالبتهم بتعديل قيمة الإيجار هبقى أنا كده على حق؟ أكيد يا ابني على حق، بس في نفس الوقت ما تقدرش تجبرهم، لازم بالتراضي يا ابني. صباح الخير. اهلا يا نديم، بقالي كتير مش بشوفك. معلش انا اسف والله، غصب عني، انا اسف يعني لو بزعج حضرتك. لا ابدا، ثواني واجيب لك الايجار. لا ايجار ايه بس، انا كنت جاي اكلم حضرتك في موضوع كده، هم 10 دقايق بس، مش هطول عليك يعني. اتفضل. شكرا. يا حبيبتي كلموا آية عايزين يقابلوا عبد الرحمن تقريبا عشان موضوع الإيجار. يا أختي خلصنا من الراجل طلع لنا ابنه. اقفلي اقفلي دلوقتي. الله، يعني جاي بدر النهارده؟ ما أنا قصدي ليه اسمه نديم ده جه؟ لا ما جاش. هو أنت مالك؟ شغلة نفسك بالموضوع ده كده ليه؟ أنا مش شغلة نفسي ولا حاجة، أنا بس عايزة أبقى موجودة. أنا داخلة أخد شاور، لو جه بخبطي عليا. بص يا نديم، مجرد الكلام في الموضوع ده انا رافضه. اخر مره تيجي تكلمني كده، وبعدين احنا اللي بينا عقود وقانون، وال10 جنيه بتاعتك دي لو ما خدتهاش انا هروحك في حالك في المحكمه، وبحذرك من اي تصرف ما يعجبنيش، انا مش قليل. يا كل ده عشان بطالب بحقي؟ يعني انت يا دكتور ضميرك مرتاح وانت بتدفع 10 جنيه في شقه زي دي؟ الكلام ده تروح تقوله لجدك الله يرحمه، هو اللي حدد السعر، وضميري مرتاح قوي وانا بدفع لك الفلوس. وبعدين يا ريت تتفضل دلوقتي عشان انا عندي عياده. طب بعد اذنك بس ممكن تسمعني؟ والد حضرتك اخد الشقه دي من 50 سنه، يعني كان الزمن غير الزمن، الظروف غير الظروف. دلوقتي انا ظروفي وحشه. انا ممكن اساعد حضرتك ان احنا نبيع الشقه، والرقم اللي حضرتك عايزه وانا ممكن ادفعه. والله واسكن فين انا وعيلتي ساعتها؟ انت فاكر ان انا عندي فلوس في البنك وكده؟ يا ابني اللي جاي على قد الرايح. أنا عندي مصاريف في الجامعة تقطم الوسط، وأنا لسه هجوز وأجهز وأجيب شقة لابني. وبعدين تعالى هنا، العمارة دي اتبنت في الخمسينات، أيام ما كان طن الأسمنت أقل من 8 جنيه. يعني أنتوا استرديتوا ثمنها وزيادة، بتطالبني ليه بزيادة دلوقتي؟ بقول لك إيه؟ روح شوف لك شغلانة كده وبطل شغل الشحاتة، وإياك تيجي تزعجني تاني. شحاتة؟ كتر خيرك يا دكتور. بعد اذنك بقى 10 جنيه. انت مالكيش دعوه، تدخليش في الموضوع ده، بعدين ممكن ما يجيش. دقيقتين وهتلاقيه بيخبط، ولو سمحت يا بابا بقى تسيب لي الموضوع ده. اهو باين جه. استنوا انا اللي هفتح الباب، ادخلوا انتوا جوه. مساء الخير. مساء الخير يا ابني، اهلا وسهلا، اتفضل. شكرا. اتفضل اتفضل يا ابني. اتفضل اتفضل اقعد يا ابني. عرفت انك عايزني، خير؟ بصراحه كنت عايز اتكلم حضرتك في موضوع اتكلمت فيه مع كل سكان العمر. موضوع ايه؟ الحقيقه ما عنديش فكره. هو يعني شقة حضرتك اللي انت قاعد فيها دلوقتي دي بتتأجر في المنطقة هنا دلوقتي من 4 ل 5000 جنيه في الشهر، وأنا باخد فيها 10 جنيه، وده طبعا ما يجيش نص تمن علبة سجاير مستورد. في الحقيقة أنا شايف إن ده يعني مش عدل،
خصوصا يعني حضرتك عارف ظروفي وظروف البلد. اسمع يا ابني، وفر على نفسك الكلام ده. اولا اوعى تكون فاكر تحت القبه شيخ او تغرك المظاهر. صحيح انا بلبس كويس انا واسرتي وعايشين كويس، بس مستورين يعني. الدخل اللي بيجي لنا يا دوب يكمل معانا الشهر بالعافيه. مش المفروض اقول لك الموضوع ده طبعا، بس في النهايه اللي بيني وبينك العقد. العقد يا استاذ عبد الرحمن، والله العظيم حفظت الجمله دي من قبل ما اجي هنا، بس انا كان نفسي يعني تديني فرصه اشرح لك ظروفي وتسمع العرض اللي انا. اسمع يا جدع انت، احنا مش عايزين نسمع عروض، احنا هنا مش الشؤون الاجتماعيه. ايه من فضلك ادخلي جوه. ثانيه واحده يا بابا. اسمع يا اخ، انت اقسم بالله انت ما تعرفني ولا تعرف انا ممكن اعمل معاك ايه. لو فتحت موضوع البيت او ايجاره ده تاني يبقى فتحت على نفسك ابواب جهنم ومش هتتقفل ابدا. خلاص يا ايه خلاص. ثانيه واحده يا بابا، على فكره انا محاميه وعارفه موقفنا القانوني كويس جدا، والدوله ربطت العقود دي بدرجه القرابه الاولى، يعني اخرك انا وبعد كده باشبع بالشقه، واحنا كمان بندفع الصيانه، عايز ايه تاني؟ خلاص حضرتك خلصت كلامك؟ ايوه، ومش ناوي اسمع حاجه تاني، ولو سمحت بره دلوقتي. بعد اذنك يا استاذ عبد الرحمن، العشر جنيه بتاعت الايجار. انا اسف يعني ان انا ازعجتكم، بس والله كان كل املي بس ان انتوا تسمعوني، تسمعوا العرض اللي انا جاي اقدمه. اتفضل يا ابني، انا مجهز لك الايجار العشر جنيه. ويا ريت يا ابني مفيش داعي ندخل في المشاكل مع بعض، ارجوك. دلوقتي اتفضل، مع السلامه. استفدت انت ايه بقى؟ هم متنكوا عليك وكل واحد عمل فيها عبد الحميد لهبه. يا ابني شغل ولاد الناس بتاعك ده حرق بنزين على الفاضي. العالم ما بتجيش غير بالعين الحمراء. انت كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ ارميهم الشباك ولا اقتلهم؟ لا يا حنين، خليك كده، انت قاعد بتعض في البلاط وهم هايصين في ملكك بملالين. موزه بقول لك ايه؟ انا جاي لك عشان تصبرني مش عشان تقطمني. يا اختي كميلة، جايلي عشان اصبرك؟ لا يا عم نديم، انا ماليش في كلام النواعم والحنيه والصعبانيات ده، انا بجيب لك من الاخر. طب هو يعني مفيش حل تاني؟ في، طب دلني عليه. استفدت انت ايه بقى؟ هم متنكوا عليك وكل واحد عمل فيها عبد الحميد لهبه. يا ابني شغل ولاد الناس بتاعك ده حرق بنزين على الفاضي. العالم ما بتجيش غير بالعين الحمراء. انت كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ ارميهم الشباك ولا اقتلهم؟ لا يا حنين، خليك كده، انت قاعد بتعض في البلاط وهم هايصين في ملكك بملالين. موزه بقول لك ايه؟ انا جاي لك عشان تصبرني مش عشان تقطمني. يا اختي كميله، جاي لي عشان اصبرك؟ لا يا عم نديم، انا ماليش في كلام النواعم والحنيه والصعبانيات ده، انا بجيب لك من الاخر. طب هو يعني مفيش حل تاني؟ في، طب دلني عليه. اهلا سعيد باشا. ازيك يا يوسف؟ اتفضل يا ريس. كبير موجود؟ موجود، اتفضل يا ريس. خش يا معلم. اتفضل. مساء الفل يا كبير. موزه حبيب قلبي، ثلاث ايام عشان نشوفك. معلش كان عندي مصلحه في الخير كده. طول عمرك سباق في الخير يا كبير. اتفضل اتفضل يا استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخويا نديم. اهلا وسهلا. معلم كعبول ارجل واجدع وادخن ذكر فيك يا مصر. حبيبي يا غالي. ايه ده، انت ما قلتليش ان احنا جينا على هنا؟ ده بيتكلم عنك كتير قوي. اه ما هو ما بيبطلش كلام. انا قلت اعملها لك سبرايز عشان ما تتوترش يعني. المهم عشان ما نضيعش وقت كبير، نديم عنده عماره في مصر الجديده كنت مكلمك عنها، عايزين نبني له دورين ثلاثه اربعه من غير ما الحي يقرفنا. السكه ايه؟
لا السكه خضراء وزي الفل، اعتبرهم اتبنوا. المهم انت نويت؟ والله يعني انا موزه اخدني كده من الدار للنار، بس يعني لو الحكايه فيها مصلحه تمام شغال. طب عدم المؤاخذه يعني بالنسبه لاساسات العماره ايه؟ يعني متهيألي كده ان هي تطلع دور واحد بس. لا دور واحد ما يعملش حاجه ولا يقضي المصلحه. بص من الاخر، معاك فكه؟ فكه كام؟ لا يا كبير معقوش، فكه يعني كاش. فلوس؟ يا ريت والله. طب خلاص انا ابني لك 3 4 ادوار كده، نقول الدور بالميت يعمل له 3 مليون، انت هتاخد 1 ولا 2. حلو الكلام؟ اللهم صل على النبي، يعني يخش لك بتاع 4 5 مليون. يا سلام بالسهوله دي. بص يا موزه، عشان انت بتزعل لما بقينك، انت كان لازم ترسل الاستاذ هو جاي عند مين. كعبول لما بيقول كلمه بيبقى قدها. دلوقتي كده خد الاستاذ كده من ايده، ولما يعرف راسه من رجله ويشوف فين مصلحته يبقى هاته تاني. ودلوقتي عايزين نشوف مصالح الناس. ماشي يا كبير، مفهوم بالاذن. والله يا ماما انا ضميري مأنبني قوي من اللي انا عملته معاه. عجيبه، مش ده اللي كنت متحمسه قوي تهزقيه وتديله على دماغه؟ طب ايه اللي مزعلك بقى دلوقتي؟ مش عارفه، صعب عليا قوي هو ماشي، وانا كنت قللت الذوق معاه قوي. صح يا شيخ، ما هو الحنيه والسذاجه بتاعتنا دي لازم نبطلها بقى. وبعدين هو كان لازم يتعمل معاه كده، والا كل شويه كان هينطنا. ايوه صحيح، انا هزعل عليه ليه يعني؟ وانا كنت خلفت ونسيته؟ اما انا عبيطه صحيح. من صباحات ربنا وانا مخبط على كل البيبان عشان الاقي حل، بس ما عملتش اي تصرف يعني الا لما رحت سالت الشيخ عباده عشان برضو ابقى ما ظلمتش حد. وقال لك ايه؟ قال لي ان العقد شريعه المتعاقدين، وطبعا لو عايز تغير ده حقك، بس لازم رضا الناس التانيه. وطبعا مين هيرضى؟ دول حتى ما ادونيش فرصه ان هم يسمعوني الا الست فتحيه. يا ابني صدقني انا مش هقدر ابعد عن هنا ابدا. انا بقالي هنا اكتر من 45 سنه، وجوزي الله يرحمه توفى، وبنتي هاجرت مع جوزها وسابتني، وانا يا ابني ما بيدخليش في الشهر اكتر من 1700 جنيه، مستعده اديلك منهم 300 جنيه، بس اكتر من كده مش هقدر. يا دوبك الباقي يكفيني اكلي وشربي وعليكي. انسى يا ست فتحية كل الكلام اللي انا قلته، انا برضو ما يردنيش ان انا ازنق عليك. طب ما وافقتش ليه يا دناي؟ يعني ما لقيتش غير الست الكبيره دي يا ماما وضايق عليها؟ لا طبعا ما رضيتش. البيت ما فيهوش غير 100 جنيه. مالك يا بابا في ايه؟ تعبان ولا ايه؟ لا 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 ابدا، لا نفس القلب اللي بيجيني في صدري كل مره خلاص بيروح على طول. لا يا ماما بيكلمي خالي واحد يجي يبص عليه. حاضر. لا يا ابني بلاش خالك وحيد، احنا تقلنا عليه قوي. ده كلام برضه تقوله يا سيد؟ ده انت اللي مربيه، بعدين هو مش هيتضايق من حاجه زي كده؟ والعيال دي بتشوفهم في المنطقه كتير؟ لا اول مره اشوفهم. وصف لي شكلهم كده. واحد طويل اسمراني ومعاه واحد اقصر منه شويه برضه اسمراني. ما خدتش بالي من الناس التانيه اللي معاهم. خدوا منك كام؟ المحفظه كان فيها 300 جنيه. ايه اللي جابك يا نديم؟ ما انا قلت لك لو في اي حاجه هنبعت لك. بص انا هقول لك نصيحه لوجه الله، انسى العربيه دي خالص. والله اذا ربنا رايد لك ترجع لك لا هترجع لك، بس ده احتمال ضعيف. احتمال ضعيف؟ وانتوا مش بتدوروا عليها؟ لا طبعا، ازاي بندور، بس مش عربيتك بس ولا موضوعك بس، اللي ورانا يا عم نديم. استعوض ربنا فيها. ولا اقول لك دور معانا يمكن تقدر فيها قبلنا. امسك يا ريس، انا هتابع الموضوع وبقول لك. ماشي يا باشا. يلا 1 2 3 4 5، 500 جنيه اهم اخر حلاوه.
والله ما كان يجيب اكتر من 400، بس انا اتكيت على الواد برضه. انت هتقعدوا كده من غير لا دش ولا تلفزيون؟ مش احسن ما نقعد من غير اكل؟ كمان مش دي مشورتك؟ وانا اي حاجه اقول لك عليها تعملها؟ اعمل لك ايه؟ وانا بدور لك على اي حلول تليق على واحد فقري زيك. انا لو مكانك كان زماني بقيت مليونير ومن زمان. صحيح يدي الحلقه للي بلا. فكرت في كلام كعبول؟ لا لسه ما فتحتش ابواب في الموضوع ده. بتفكر فيها يا بني ادم؟ دول 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه؟ انت مش قلت لي من 4 ل 5 مليون؟ اه ده قبل الضريبه. 4 5 مليون، انا النص وانت النص. انت النص بتاع ايه يعني؟ امارت ايه؟ اه كده وقعنا في الخطيئه. جرائم نديم. مش انا اللي مرسيك على التيتا دي؟ مش انا اللي معرفك بكعبول؟ ايوه بس مش النص بالنص. خد لك 100 150 الف كده وخلاص. طيب انسى الموضوع ده خالص، ولا كأنك قابلت حد ولا كأني كلمت. خلاص سلام. ما الدنيا زي الفل اهو يا استاذ نديم. امال انت بس عامل مشكله ليه؟ على فكره لو الرخصه بتاعتكم في الحي بس كانت منتهيه، احنا بقى هنجددها لك ونطلعها لك باربع ادوار زياده. بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. الاساسات بتاعه العماره بتاعتكم متينه وتشيل بدل الاربعه خمسه، بس انا قلت نمشيها اربعه بس وبارك الله فيما رزق. المهم بس تبقى قانوني، ما يبقاش في حاجه. احنا ماشيين ابو القانوني. كل الحكايه يعني ان في ناس عايزين نسد بقهم كده بحسبه 300,000 جنيه، ودول طبعا هيتشالوا من نصيبك مش من نصيبي طبعا بعد ما نعلي ونبيع باذن المولى. مبروك يا ابو نديم، والله وعدينا. تبني ايه وتعلي ايه يا اخ انت؟ هو انت فاكرنا ايه؟ جهله ولا مختومين على قفانا؟ اوعى تفكر ان انت ممكن تحط طوبه واحده بس على سطح العماره دي، والا قسما عظما احبسك انت واللي يتشدد لك. يا استاذ ايه لو سمحت اتكلمي معايا باسلوب احسن من كده شويه. انا مش جاي اشحت منكم. انا جاي ابلغك ان انا هبني واعلي. كمان انا مش فاهم يعني. ولا عايزه ترحمي ولا تخلي رحمه ربنا تنزل؟ احمد ربنا ان بابا مش موجود، والا كان رماك من الشباك ده. رحمه ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ انت باين عليك مش فاهم، اساسات العماره دي ما تستحملش، انت عارف هي مبنيه من امتى؟ مش مظبوط الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، الرخصه مظبوطه والاساسات تستحمل، وكمان انا موقفي قانوني. حلو قوي، تعالى للقانون يا بتاع القانون، وانا اراهنك ان الرخصه اللي معاك دي مضروبه، وانا هطلب استشاري من مكتب انشائي يشوف هيكل العماره دي اساساتها تستحمل التعليه ولا لا، واراهنك ان هو يطلع لا. وساعتها بقى احبسك واديك 60,000 داهيه، وريني بقى هتعلي ازاي. دي مش بني ادم، ده قطر ولابس ست. هبتتك اخسع رجال. انت رايح تقول لها ليه؟ ما تتنايل تبني وانت ساكت. متنايل انت راخر ابني وانت ساكت؟ انت محسسني يعني الاربع ادوار دول هيطلعوا في ساعه والناس نايمه، وكمان انا مش عرفني ان هي هتعترض قوي كده. خلاص مش مشكله، احنا نبني ونبيع وهي ترفع قضيه براحتها بقى. حلني. عموما انا قبل ما اروح لهم عديت على المهندس هشام اديته الرسومات برضو عشان اتاكد موقفنا سليم ولا ايه. انت يا ابني مجنون؟ اذا كان الحي بيقول لك ابني وانت لسه عايز تتاكد وتطمن في ايه يا عم نديم؟ الحكومه بتقول لك ابني. يا اخي انا خايف يطلع في حاجه غلط، خلصانه برشاوي الحاجات دي يعني. يا ده انت عيل فقري مفيش فايدة. معلش أنا كده هبقى مطمن أكتر. اطمن يا أخويا اطمن. أما نشوف آخرتها. شوف يا أستاذ نديم. أنا سهرت على رسومات طول الليل، وحسب اللي أنا شفته وحسبته من أساسات للعمارة دي، أعتقد إنك لو بنيت دور واحد هيبقى وضعها خطر جدا. أنت متأكد يا باشمهندس؟ طبعا متأكد. الرسومات والبيانات اللي قدامي بتقول وبتاكد كده. يعني مش هبني. امال ازاي الحي وافق انه يطلع لنا رخصه؟ الراجل اكد لي الكلام ده. لا دي بقى قصه تانية. للاسف لسه في نص منها ميت. ده بيضحك عليك عشان تبني وتبيع ويقبض وفي الاخر انت اللي تلبس في حياته. بشكرك يا باشمهندس. على ايه؟ احنا جيران وعشره. كان نفسي اقول لك اخبار كويسه. لا يهمك، يظهر ان مفيش فايده. على فكره انا محاميه واعرف القانون كويس قوي.
اقسم بالله انت ما تعرفني ولا تعرف انا ممكن اعمل معاك ايه. لو فتحت موضوع البيت او ايجاره ده تاني يبقى فتحت على نفسك ابواب جهنم ومش هتتقفل ابدا. تبني ايه وتعلي ايه يا اخ انت؟ هو انت فاكرنا ايه؟ جهله ولا مختومين على قفانا؟ اوعى تفكر ان انت ممكن تحط طوبه واحده بس على سطح العماره دي، والا قسما عظم احبسك انت واللي يتشدد لك. عايز ايه تاني؟ افرجها يا رب من عندك. انا مش فاهم يعني، ولا عايزه ترحمني ولا تخلي رحمه ربنا تنزل؟ يا استاذ ايه لو سمحت تكلمي معايا باسلوب احسن من كده شويه. خلاص حضرتك خلصت كلامك؟ انا اسف يعني ان انا ازعجتكم، بس والله كان كل املي بس ان انتوا تسمعوني، تسمعوا العرض اللي انا جاي اقدمه. أنيس آية صباح الخير. صباح النور. خير يا نديم؟ خير. أنا بس جاي أقول لحضرتك إن أنا خلاص مش هبقى. كاتبني أنا ما عنديش أي مشكلة. لما أنا فكرت في كلام حضرتك لقيته إن هو مظبوط، وكمان في حد نصب عليا وعمل لي الرخصة المزورة طبعاً عشان ياخد شوية فلوس، بس الحمد لله أنا عرفت الصح، عشان كده جيت أقول لحضرتك إن أنا خلاص مش هبقى. شوف يا نديم، أنا مقدرة موقفك كويس قوي، وعارفه ان انت واهلك محتاجين فلوس، بس ده برضو ما يبقاش على حساب الناس تاني. اه طبعا مظبوط الكلام، بس انا عمري ما فكرت ان انا اذي اي حد. انا بني ادم برضو انا سايه. انا كنت متاكده من كده. ربنا يفرج عليك يا نديم وظروفك تتحسن ان شاء الله. عن اذنك اتفضل. الشباب بيبقى حلو قوي لما بيضحك. لو كانت ظروفك غير كده وحياة أمي ما كنت فوتتك. أنت فقري أصلي. ده أنت الفقرة ذاته. يا عم فقر إيه؟ بقول لك الراجل قال لي لو دور واحد العمارة هتقع. أنت إيه يابا ما بتفهمش؟ لا ما بفهمش. ولا أنت بقيت واقف لي هنا في التركوة. أنا اتخنقت منك. أنا آخر حاجة أعملها معاك عشان أبقى راضي ضميري هاخدك لأشرف طعمية، هو اللي هيدل لنا عربيتك في أنهي مصيبة أو يقول لنا مين اللي خدها. أنت معايا ولا بكلم نفسي؟ عارف يا موزة، كان نفسي أقابل الآية دي في ظروف غير الظروف، يعني وأبقى واحد تاني، مهندس بقى ولا دكتور ولا ظابط، المهم يعني حد يليق بيها كده. شوف اللي بقول له أشرف طعمية يقول لي آية. انت بتحبها يا ولا ايه؟ بتحبها ايه يا عم؟ كل لما تشوفني بتديهم لي، بس قصدي يعني كان نفسي انفع احبها. انا مش فاهم والله العظيم، واحد زيك متربي في مصر الجديده مسافر الكويت، حتى الهم اللي رديت بيه اتقلبت فيه. بتضحك على ايه؟ بتضحك على خيبتك؟ اه حاجه زي كده. طب انت يا نديم لما رجعت من الكويت مفيش حاجه كده تحت المله؟ طبعا كتير. فاكر يالا اول ما رجعت وكنت عمال تورتم بالكويتي؟ ترى انا اقول لك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الجيز الصغير. أوه. اركب الجيتي واطير. أوه. عندي جيتي كحليه ما يزيدها الدوله. استنى عشان تطير خد هي. وهي هي نفس الجيتي دي؟ عطى اول الجحص والثاني الجحص والثالث اتجوم وتقول لك حصلني وسلامتك. خلاص خلاص يا عم لا كمان هات. قال لك الرابع يلعبون جرجفة بالديوانية، ايه رأيك في الكلام ده؟ خلاص خلاص خد. بتاع ده جامد قوي بيجيب كويتي ده.
فين يا عم؟ طعمية. عمارة ايه يعني؟ أمان. أمان. مفيش عربية في مصر تروح في أي حتة أو تشقلب إلا ما تروح. إن شاء الله يجيب لنا التاكسي بإذن الله. خلي بالك بس، أصل الحكومة مفتحة عينها اليومين دول. عايز تشتغل في التقطيع ماله وماله، مفيش مشكلة بس أصل. كبير. اقعد هنا. طب سلام بقى يا أبو صلاح. سلام يا شبح. تسلم لي. تسلم لي يا غالي. هكلمك أنا تاني يا شبح. سلام. تسلم يا حبيبي. سلام. ازيك يا كبير؟ ازيك يا سعيد؟ إيه الأخبار؟ أخويا نديم. ده حوار التاكسي. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ نديم؟ منور. كيف اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير، ربنا يعزك. بص يا استاذ نديم، انا سالت لك بكل الاوكار اللي ممكن العربيه بتاعتك تكون راحت فيها. طنطا، دمنهور، الصعيد، بس يا خساره العربيه ملهاش اي اثر. العربيه دي اكيد راحت ليبيا ولا السودان. عاد قد الله بقى فداك. خد خد. لا تسلم، ماليش فيه والله. وده جدع عفر كيف مناوله يا جدع. لا تسلم، ماليش فيه. عموما كتر خيرك، انا كنت عارف اني مش هلاقيها. هي كده لما بتقفل بتقفل. يا جدع ما تقولش الكلام ده، استغفر ربك، ده ربك رحيم بصير. ولا ايه يا موزه؟ سمع الله ولمن حمده. بالك من اسبوع كده العيال استلقطوا عربيه لادا وجابوها. انا ببص في العربيه لقيت صوره طفله سبحان من خلق. قلبي اتفتح لها. بصيت الصوره كده بقيت عايز هاشتك الصوره يا سعيد. اقسمت وحياه من خلق هذا الوش السمح، العربيه دي لازم ترجع لاهلها. ورجعتها. لا اله الا الله. خدت اللي فيه القسمة يعني، عشان بس ما حدش يقول ان الرحمه خلصت. لا طبعا الرحمه موجوده. خلي بالك، اوعى تقول ان كل الحراميه دلوقتي ما عندهمش ضمير. منها لله السيمه. ايه اللي باظت السمعه؟ بص يا استاذ طعميه، أنا آسف يعني، هو ده مش اسمك صح؟ آه طبعًا آسف. على إيه؟ ده اسمي وافتخر بيه. أشرف طعمية، أشهر من نار على العالم. عمومًا ما تقلقش، التاكسي بتاعك ده أنا خدت رقمه، ولو قب على وش الأسفلت في أي وقت هجيب لك خبره. طب بقول لك يا كبير، كنت عايزك في لقطة كده. دلوقتي أخويا نديم عنده عمارة في مصر الجديدة 8 أدوار، بس نظام قانون قديم. يا جدع، ده أنت مليونير بقى. قول له. تعب دماغك ودوش قلبك على تكسب ملايين. ده انت صاحب ملايين يا جدع. ملايين ايه بس؟ ما اقدرش اتصرف فيها، كلها ايجار قديم. فاهم، فاهم اللي انت عايز تقوله يا استاذ نديم من غير ما تقول. بس كل مشكله ليها 100 حل. خلي بالك، والعبد لله بقى خلص مشاكل 6-7 عماير زي مشكلتك دي. ما انا بقول له والله. بص يا اخ طعميه، اخي قاعدين في جامع. قول لي يا كوتش. كوتش. خش. يا كوتش طعمية، أنا مش عايز حاجة من العمارة. أنا راجل مش بتاع مشاكل وما بحبش الأذية لحد. لا إله إلا الله. جرايه يا موزة. وأنت فاهم صاحبك إن أنت جايبه عند مين؟ عند أبو لهب؟ حلو أبو لهب. حد جاب سيرة الأذية يا حاج أنت؟ انت يعني هتقعد مع سكان العماره وهتقنعهم وتاخدهم كده وتمشوا على طول؟ والله انا ليا اسلوبي ومنهجي بالصلاه على النبي. انت ليك ايه؟ ليك انك تاخد عمارتك خالصه وفاضيه من غير ما حد يدوس لك على طرف. المهم حقك يرجع لك. انا بقى اخد عرقي. غلطان انا؟ عداك العيب واسف. تمام زي الفل، بس انا كده مرتاح اكتر، وموضوع العربية ده خلاص أنا مش عايزها. يلا بينا بقى علشان أنا عندي حاجات. يلا. طب بس مستعجلين على إيه؟ استنوا تاخدوا واجبكم طيب ولا حاجة. معلش يا كبير، خليها وقت تاني. السلام عليكم. خير يا خالي؟ خير ان شاء الله. زي ما قلت لك يا عم سيد،
يا اما نعمل العمليه يا اما تمشي جنب الحيط. لا جنب الحيط ايه؟ جوه الحيط. جوه الحيط ازاي يا ابني؟ اثر وقول لي يا تعمل العمليه يا اما تفلسع. بعد الشر عليك يا بابا، بعد الشر عليك. خلي انا عارف ان العمليه دي مكلفه، واحنا دلوقتي يعني ظروفنا ما تسمحش. ان شاء الله كده قريب يعني ربنا يصلح الحال. ان شاء الله خير، الشفاء ده بايد ربنا ونعم بالله. ان شاء الله. سلم لي على العيال يا وسام. سلامتك يا حبيبي، سلامتك. انت عارف يا نديم ان ابوك ده هو ابويا وان هو اللي مربيني. بصراحه كده العمليه دي مش المفروض تتعمل بكره ولا بعده. العمليه دي كانت المفروض تتعمل امبارح، ولو ما قدرناش نعمل العمليه يبقى لازم يمشي على الدواء اللي انا كتبته له بصرامه شديده جدا، ويتبع التعليمات اللي انا قلتها له بالحرف. ومع ذلك ممكن حالته الصحيه تتدهور اكتر ويكون فعلا في خطوره على حياته. يا ريت نديم كان في حاجه في ايديا اقدر اعملها، لكن انت عارف ظروفي انا كمان عامله ازاي. انا اسف يا نديم ان انا بظلمها في وشك، لكن الحقيقه دي انت لازم تعرفها ومش هقدر اخبيها عليك. شكرا خالد. السلام عليكم. سلام. يا رب. يا اخي انا اللي مضايقني وتعبني ان انا عارف ان في حل يمد في عمر ابويا سنين. يعني لو ما كانش التاكسي ده اتسرق مني كان زماني بعته، سددت الديون اللي عليه، دخلت ابويا يعمل عمليه. ولو كنت حر ان انا اقدر اتصرف في العماره كان زماني سفرته اكبر مستشفى في العالم. انت متخيل انا حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس اني مشلول، مش قادر اعمل ولا حاجه. بص يا عم نديم، مع ان انت تركيبه غيري نهائي، انما انا بعتبرك اخويا، وانت اكيد عارف الكلام ده. ابوك ربك يديله الصحه زي ما هو ابوك، هو كمان ابويا. واذا كنت انت هتتهاون في صحه ابوك انا مش هتهاون. ابوك بيروح منك، وبدل ما تمديله ايدك وتنجده من المرض انت اللي بتضيعه. نبقى سعيد، انا ما ناقص الغاز ولا حكم، أنا اللي فيا مكفيني. من الآخر كده، بعد ما ضيعت موضوع كعبول من إيدك، أنا هاخدك تاني لطعمية. ونرجع لفكرة إخلاء العمارة. أنا هكلمه وأقول له إنك وافقت. ونسيبه هو يشوف شغل. الدنيا عمرها ما هتمشي بطريقتك يا عم نديم. أبوك بيضيع. بس بشرط. أسمعك. لحد ما يخلص الموضوع ده أنا مش عايز أعرف عنه أي حاجة. ومش عايز اي حد في العمارة يتأذي، مفهوم؟ ما تقلقش يا حنين، سيب لنا الموضوع ده واعمل انت من بنها. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين حضرتك؟ الاستاذ عبد الرحمن موجود؟ موجود. اقول له مين؟ قولي له راضي. راضي صاحب البيت. صاحب البيت؟ أنهي بيت؟ البيت ده إيه؟ هو البيت ده ملوش أصحاب ولا إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، مين حضرتك؟ الأستاذ عبد الرحمن موجود؟ موجود. أقول له مين؟ قولي له راضي. راضي صاحب البيت. صاحب البيت؟ أنهي بيت؟ البيت ده إيه؟ هو البيت ده ملوش أصحاب ولا إيه؟ لا ليه؟ بس انا عارفهم كويس. لا يزعل حضرتك ما تعرفهمش كلهم. انا قريب الحاج سيد المنصور، اسمي راضي علي المنصوري. في ايه؟ مين حضرتك؟ بقول لك يا مدام، من الاخر كده ومن غير كلام كتير، الشقه دي بالعربي لازمان، ومتهيألي انت ست مالكيش في المشاكل، فاحنا من الاخر هنديكي شيك ب 150 ألف جنيه مؤجل الدفع، هتستلميه بعد شهر، بعد لما تسلمينا الشقة دي.
ومتهيألي يبقى أنا كده عداني العيب وأزح. وأنت لا بتاعتي إقسام ولا تحبي تدخلي نفسك في مشاكل. أمين؟ أمين. من الآخر كده عشان ما نطولش عليكوا على الآنسة، لو السيد وابنه ما يعرفوش يجيبوا حقهم، إحنا بقى نعرف نجيبه ونجيبه في لمح البصر. من الآخر إحنا بتوع مشاكل وبياعينها. الشقة دي لازم تفضى في خلال 10 أيام من دلوقتي، ولو ده ما حصلش محدش فيكم يلوم إلا نفسه. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنت جاي تهدد بيتي؟ أنا ما اسمحش لحد يهددني. اسمع يا أخ أنت، إحنا ما بنتهددش. أنت مش عارف أنت بتتكلم مع مين؟ لا عارف، عارف كويس قوي يا ميت. بس خلي بالك أنا مش بتاع تهديد، أنا بتاع تنفيذ وبس. إحنا صعادة وما بنسميش على حد. أعلى مفخلك اركبه، وأنا دلوقتي حال هنزل أعمل لك محضر عدم تعرض، وريني بقى ساعتها هتعمل إيه. حلو، حلو قوي. بس ساعتها الرد هيكون صعب ومش هتستحمليه. أنت فاكراني جاي أهرج؟ مش واخدة بالك إن أنا بتكلم في ملايين؟ يعني تضيع فيها رقاب؟ استهدي كده بالله كويس واسمعيني. انت اللي تسمع يا راجل انت. لحظه، اهدي اهدي بس يا ايه. شوف يا راجل انت، انت عايز ايه بالظبط؟ الشقه، الشقه دي كده كده هتسيبوها، يبقى تسيبيها بكيفك احسن ما تسيبيها غصب عنك. وعلى راي المثل، ان جالك الغصب خده بالرضا. احنا ناس ما بنحبش ناذي حد، بس انتوا كمان قدروا ظروفنا. يوم ما تفضوا الشقه وتمضي عقد التنازل 150,000 جنيه على الترابيزه، صدقيني كده احسن لك. خافي، خاف على جمالك، خاف على السيد الوالد والست الوالده. انا هديك مهله 4 ساعات تفكري فيهم براحتك، ولو الداخليه اتدخلت في وسطينا يبقى محدش يلومني عليا وعلى اعدائي. فكري كده براحتك وقولي لي، هتهودينا وتقبضي ولا تعدينا وتندم؟ يا جماعة احنا 10 عائلات، كل عائلة فينا عندها ناسها وعندها قرايبها، مش ممكن يعني هنستسلم لجو البلطجة ده؟ هي البلد ما فيهاش قانون؟ لا البلد فيها قانون. احنا كلنا كده ننزل نعمل محضر حالا، محضر جماعة يعني، احنا كلنا تهددنا. لا طبعا بلاش المحضر، انا عايشة لوحدي انا وبناتي، وبصراحة انا مرعوبة. يا مدام احلام ما تقلقيش، احنا كلنا معاكي. لا طبعا لازم اقلق، وبعدين كلكم مش معايا. اخر الليل كل واحد فيكم هيقفل عليه باب شقته، وهفضل لوحدي انا وبناتي. وبعدين الست اللي قعدت معايا قالت لي ما بلغش البوليس، دول ادونا 4 ساعات بس علشان نفكر، يعني ما ادولناش اي فرصه ندافع بيها عن نفسنا. اولا احنا هنعمل قفل الباب العماره، وكل واحد فينا هياخد نسخه. ثانيا احنا نلم بعضنا كده ونروح نعمل محضر، وكده الحكايه تبقى خلصت، ولا ايه يا استاذ جمال؟ طبعا طبعا، بس الغريبه ان الناس دي عمري ما شفتها. اكيد مأجرينهم عشان يخوفونا. وانا بصراحه يا جماعه خايف جدا، انا ولادي كل يوم بينزلوا المدرسه ويركبوا الباص، امن عليهم ازاي وهم نازلين كل يوم؟ وامن ازاي على المدام بتاعتي هسيبها لوحدها في الشقه؟ يا جماعه انا بقول ناخد الاشياء اللي عرضوهم علينا ونروح نشتري شقه في اي حته وخلاص، وممكن نتفاوض على المبلغ ده نوصله ل 200,000 مثلا، ونشتري شقه في اي حته بعيد، بدل ما نفضل مهددين، ولا ايه؟ ايه يا استاذ كمال؟ هو احنا عايشين في غابه؟ احنا لو استسلمنا للوضع ده مش هنسيب الشقه بس، ده احنا هنسيب البلد كلها. ايه يا بابا ما تتكلم؟ يا بنتي انا بسمعكم وبفكر. حقيقه انا شايف ان الناس دي جاده في تهديدها، مش خايفين من حاجه. بعدين يعني لا قدر الله لو حد فينا اتصاب بسوء هنندم اننا ما سلمناهمش الشقق. انا مش حمل اي صراعات بالشكل ده. مين موافقني الرأي ان احنا نواجه وما نخافش؟ انا معاك يا استاذه ايه. مين تاني؟ انا معاك، انا كده كده عايش لوحدي وما عنديش حاجه اخاف عليها. ربنا يديك الصحه يا استاذ جورج. ها مين تاني؟ يا جماعه انا تعذروني، انا هاخد عيلتي واسافر اسكندريه واقفل شقتي. انا بصراحه خايف على اولادي. وانا زيك يا استاذ مصطفى، انا هاخد عيلتي واروح اقعد عند اخويا لحد الدنيا ما تهدى. مدام احلام ايه كلكم خايفين؟ انا معاكي يا ايه. ربنا يديك الصحه يا ابله فتحيه. خلاص احنا كمان ساعه نتجمع ونروح نعمل المحضر.
يا بابا انا ما احبش اشوفك كده، طول عمرك قوي وبتواجه، انت اللي علمتني كده. ليه عايز تحط نفسك في مربع مش بتاعك؟ يا بابا انت طول عمرك قوي. يا بابا احنا معانا الحق والقانون، وقبل اي شيء معانا ربنا. يا بنتي، نقطة الضعف الوحيدة انت وامك، انا مش مهم، انا خايف عليكم، والله ما خايف على نفسي كده برضو. يا بابا انا دلوقتي بقيت نقطة ضعفك؟ يبقى انت ما تعرفش بنتك. يا بابا نديم وبابا ده انا ممكن اوديهم في 60,000 داهية. طب انا هوريك انا عامل فيهم ايه. ها قلت ايه؟ هتيجي معايا نعمل المحضر؟ وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. يا رب أنا دايت بيا الدنيا يا رب، مبقتش عارف إزاي أتصرف، الصح والغلط. يا رب عيني يا رب. نديم نديم الحقني يا ابني. خير في إيه؟ الحق أبوك يا نديم. مالك يا بابا فين؟ أبوك معرفش ماله في إيه؟ إيه اللي حصل له؟ معرفش هو مش عارف. الحباية الحباية اللي الدكتور قال عليها بسرعة. حاضر. يلا يا ماما. ايه يا حبيبي. خد يا بابا حط اللي تحت لسانك، انا هروح اجيب عربيه واجي على طول. ما تاخرش يا ابني. سيد معلش يا سيد، انت كويس والله، والله العظيم هتبقى كويس يا حبيبي. ايوه سعيد، انا مع ابويا في المستشفى. بقول لك ايه، انا عايز 2,000 جنيه ضروري. اتصرف يا اخي من اي حته بس بسرعة والنبي. لا لا تيجي فين، انا كده كده نازل عندي مشوار وراجع تاني على عيني. طيب يلا بس متأخرش والنبي. ها يلا مع السلامة. شكرا يا دكتور. ولا يهمك، المهم بس انك تقدر تجيب الفلوس معاك. انا دخلته العناية على مسؤوليتي، بس عايز منك تجيب لي كل التحاليل والاشعاعات بتاعته معاك. انت نديم السيد المنصوري؟ ايوه. عايزينك في الاسم شويه. هو انا مقبوض عليا ولا حاجه؟ لا استدعاء بس، هناخد منك كلمتين وتمشي على طول. طبعا تعرف الاستاذه. اه طبعا، انسه ايه عبد الرحمن. انت بعتت للانسه ايه وسكان العماره ناس عشان يهددوهم لو ما اخلوش الشقه وتنازلوا عنها، مظبوط الكلام ده؟ ما حصلش. ما حصلش؟ مين راضي المنصوري تعرفه؟ اه ده عمي، بس ما اعرفش حاجه عنه من زمان، ما اعرفش اصلا اذا كان موجود في مصر ولا لا. انت مصر انك ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده وما بعتش حد؟ اه طبعا يا فندم، بعد اذنك انا والدي تعبان جدا في مستشفى الدكتور جلال وصفي، ولازم اروح له دلوقتي اديله فلوس، ولو في اي اجراء هيمنعني من ده يا ريت حضرتك تقولي عشان اقدر اتصرف. سبحان الله، اللهم لا شماته. شفت انت خايف على والدك ازاي؟ تخيل بقى انت راعب كمال، بس ربنا المنتقم. انا قلت لك ان انا ما اعرفش اي حاجه عن التهديدات دي،
اسمع يا استاذ نديم، انت هتوقع على تعهد بعدم التعرض لكل سكان العماره، وهتمضي قدام الاستاذ عشان تمشي، مش عايزين نطول عليها اكتر من كده. وانا بعد ما اوقع مش همشي؟ لا، انت قاعد معانا شويه. يا فندم بقول لحضرتك والدي تعبان جدا وحالته خطيره، لازم اروح اديله فلوس. طيب وقع على التعهد الاول وبعدين نبقى نشوف ده بعدين. مساء الخير. دول 2000 جنيه تحت حساب الاستاذ سيد المنصوري. اتفضل يا صديقي. متشكرة. عفوا. جاي هنكسرها لك وانت جواها، وهنولع لك فيها كمان. شفتي؟ انا حذرتك، ده شغل عصابات يا هاني، وانت مشيت ورا دماغي. هتبلغ عن مين دلوقتي؟ سيد مرمي في المستشفى ونديم مرمي في القسم. يعني كنت عايز نعمل ايه يا بابا؟ اقول لك على حاجه؟ يلا نلم حاجاتنا ونروح نقعد في الشارع. ايوه، كان هيبقى اكبر صح. الله اعلم كان ممكن يحصل ايه تاني ليكي او ليا او لامي. يا عبد الرحمن، ايه مالهاش ذنب؟ وبعدين هي ما صرفتش من وراك، خلونا نهدى بقى عشان نشوف هنعمل ايه. الو. ايوه انا عبد الرحمن. مين معايا؟ انا سامع. اسمع يا استاذ، أنا موافق أسلمك الشقة حالا مقابل 200,000 جنيه، لو العرض ده يناسبك أسلمها لك فورا. إيه اللي بتقوله ده يا بابا؟ 175,000؟ وأنا موافق على 175,000، بس أنا محتاج فترة علشان أشوف شقة تانية. لا لا لا، على الأقل أسبوع. خلاص اتفقنا. نكتب ورقة بالكلام ده. أوكي. منتظر تليفونك. مع السلامة. معقول؟ معقول انت اللي بتقول كده؟ انت ازاي بتفكر كده يا بابا؟ معقول؟ انت اللي بتقول الكلام ده بعد ما كسروا عربيتك؟ مستنيه ايه تاني؟ يولعوا فينا؟ تغور الشقة ب60 داهية، ان شاء الله حتى بات في الشارع. ونبات في الشارع ليه؟ ما ناخد شقة ايجار جديد. المسألة مسألة مبلغ. ما انا رحت دفعت 2000 جنيه لواحد عايز يهددني انا واهلي. وبعدين انا استحالة استسلم من جو البلطجة ده. انا واحدة بتاعت قانون، والشقة هنا من حقنا. عمل لك ايه القانون لما عربيتك اتكسرت؟ دفع لك ثمنها، ولا قدر الله وحصل لك حاجه هيعمل لك ايه القانون؟ طب انا هنزل حالا. بقول لك ايه؟ اقسم بالله العظيم يا ايه، لو نفذت اللي في دماغك ما تكوني بنت ولا اعرفك في يوم الدين، وانت حره بقى. يا استاذ نديم، انت دخولك هنا معناه انك متوسع عليك. انت كان المفروض تمضي على التعهد وتروح. لا، ما هو الظابط قال لي بيشوف اذا كان عليا حاجه ولا لا. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا يا كرم؟ انت مش كنت قلت لي ان ربنا هداك خلاص؟ منه بالله بقى اللي مسكني من رقبته بيبان وقت الجد. وده مين ده؟ صاحبك وحبيبك موزه سعيد. راجل سعيد خلاص بطل شقاوة. ده تعب يا استاذ نديم، وبصراحه كده صعبان عليا. سعيد موزه ده عفرت الحته كلها، وهو اللي مدورها كمان. هقول لك على حاجه بقى، بس ما تسالنيش على تفاصيل كتير. قول يا كرم. التاكسي بتاعك اللي اتقلب مني. ماله؟ الليله دي كلها في حب سعيد موزه، والعربيه بتاعتك هتلاقيها عند اشرف طعميه. انت بتقول ايه؟ سعيد ده صاحبي وعشره عمري، استحاله سعيد يعمل كده. مش بقول لك انت طيب؟
طيب وغلبان كمان. صحوبيه ايه وعيشه اللي بتتكلم عنها يا استاذ نديم؟ انا باثر عليك السكه واجيب لك اخر المشوار، وليك انك تصدقني وليك انك تعتبر كل الكلام ده فتش، بس في الاخر هترجع وتقول يا ريت سمعت كلام كار. الواد محبوس وابوه بيموت في المستشفى، انا ابوه نهدي اللعب شويه. بالعكس يا غبي، ده انا نفذت في العربيه بتاعه المحاميه مخصوص عشان الواد في القسم وابوه في المستشفى. هما كده ما عملوهاش، انا كده ببرئهم. ايوه بس ده برضه هيفتح عيون الحكومه علينا، هتقعد تدور بقى مين اللي عمل كده واحنا مش ناقصين. من امتى يعني كنت بتقلق وانا بتصرف الامور؟ وبعدين طول ما انت معايا ما تقلقش، اللي بيحب ياكل الحلاوه ما يخافش من لسعه نارها يا موزه. وبعدين احنا بنرغف ملايين يا زميل. سالفول يا كوتش. سالفول عباس. في ايه؟ انا اتكلمت مع الناس والناس مسلمه، واتفقت مع عبد المحاميه على 175,000 زي ما قلت لي. كل الفل. بس بقى لسه باقي الطابور. متقلقش كله هيجي، اضرب المربوط يخاف السايق. صح يا كوتش، انا بقى كده عملت البليكه صح، بس بتهيألي ادوب انا اليومين دول شويه لحد ما الامور تهدى، وعادي ممكن اكمل بالتليفون. صح انت صح، اغطس انت في الفيوم كده يومين لغايه ما تهدى، وما تقلقش لما تخلص هحلي لك بقك. اوكي يا كوتش. والشباب عندي هيقوموا بالواجب. سلام انت بقى. سلام يا كوتش. تقلقش. يا جماعه انا قلت لكم من الاول الوضع خطير، ما كانش لازم ندخل معاهم في مشاكل. وانا كمان قلت وحذرت. خلاص يا جماعه اللي يسرع الكل يسرع عليكم، بس والنبي كنوا جبت ست في المحضر. اكيد لا يا استاذ كمال. قلبي معاك يا انسه ايه، بس ما تنسيش ان احنا حذرناك وانت اللي ركبت دماغك. انا همشي واسيب الشقه. يا جماعه انا ماليش حد، انا هروح فين يا ابله فتحيه؟ بالفلوس اللي هتاخديها منهم دور لك على اي شقه صغيره تعيشي فيها. يا بنتي انا ست كبيره وصاحبه عيل، لسه هروح ادور على شقه وادور على عفشي؟ معقوله؟ ده انا ناعي هم يوم خرجتي من الدنيا دي، تعبت بقى مش هقدر ادور على شقه دلوقتي. يا جماعه انتوا خايفين ليه؟ عايزين تستسلموا ليه؟ انا اللي عربيتي اتكسرت مش انتوا، ومستعده ان انا واجه عشان عارفه ان احنا كسبانين. انت تسكتي خالص، وكفايه اول اللي حصل لغايه دلوقتي. انا في حاجه لازم اعملها وانا متاكده من اللي في دماغي. قولي لي يا حبيبتي ايه اللي في دماغي؟ انا حاسه ان نديم وبابا ما لهمش دعوه خالص باللي بيحصل. امال اللي بيحصل ده واللي لسه بيحصل حصل ليه اساسا؟ هو ده اللي لازم نعرفه. انا عايزه منكم حاجه واحده بس، لو الاستاذ راضي يكلمكم ادوا له ميعاد بكره بالليل زي دلوقتي على اساس بقى ان احنا هنخلص معاه. هي دي المهله اللي انا محتاجاها. نديم سيد المنصوري. فندم. تعال استاذ نديم. انت لا شفتني ولا شفتك امين. تلاش يا كرم تلاش. بسرعه شويه. واقف كده ليه يا نديم؟ ما ترك. يعني بعد ما حبستيني نازلة من بيتكم الساعة 4 الفجر عشان تطلعيني؟ طب ازاي الكلام ده؟ ده موضوع يطول شرحه. أولا أنا عايز أطمنك على والدك. أنا رحت المستشفى ودفعت له الفلوس واطمنت على حالته، الحمد لله هو كويس. ليه عملت كده؟ ده تصرف طبيعي لأي إنسان عنده ضمير. أنا بجد مش عارف أشكرك إزاي، وده نم في رقبتي عمري ما هنساه. لو أنت فعلا صادق في كلامك يبقى أنت لازم تبقى صريح معايا، وأنا واثقة ومتأكدة إن أنت إنسان طيب ومحترم، جايز تكون اتورطت في أي حاجة،
بس انت لسه قدامك الفرصه ان انت تصلح الغلط. انت عارف العربيه دي مش عربيتي، انا سرقتها من بابا وهو نايم. انت عارف انا راكبه العربيه دي ليه؟ بصراحه لا، هحكي لك على كل حاجه. مين؟ افتح سعيد، انا نديم. نديم؟ ايه ده خرجت؟ تعال. ايه مالك يا ابني؟ ما تقعد. احنا نعرف بعض من قد ايه يا سعيد؟ انت مالك في ايه؟ انت خارج من الكلابوش وجالي 5 الصبح عشان تسالني السؤال ده ولا ايه؟ انت زعلان من حاجه يا ابو نديم ولا ايه؟ اكيد عشان موضوع الفلوس. سامحني يا زميل، والله العظيم حاولت الم لك الفلوس ما عرفتش، وبعدين انا اتلهيت في موضوع ان الحكومه خدتك. جاوب على سؤالي، نعرف بعض من قد ايه؟ اكلنا عيش وملح مع بعض كام مره؟ شلتك من بلاوي وكوارث قد ايه؟ ايه يا عم الهري اللي انت عملت تقوله ده؟ ما قلت لك ما عرفش الم المبلغ فيه ايه؟ ليه ما عرفتش تبيع التاكسي ولا ما لقيتش مشتري؟ انت اتجننت يالا ولا في ايه؟ انت مبشر؟ إذا كنت يا سيادة الرئيس أحد الذين يستفيدون من قانون الإيجار القديم، إلا أن موكلي أحد المضارين من ذات القانون، ولا أرى نفسي أنا وموكلي إلا في مربع واحد، هو مربع الظلم وانعدام العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية التي طالب بها الشعب المصري في ثوراته المتتالية، وكل ما نريده في هذه القضية التي اختصمنا فيها جهات الدولة المعنية هي سرعة إنهاء هذه المشكلة بحلول تضمن تحقيق العدالة للجميع، وليس تحقيقها لفئة دون أخرى، ولا التضحية بالأقلية من أجل راحة الأغلبية. سيادة الرئيس، ملف الإيجار القديم هو ملف قديم أيضاً، تعاقبت عليه الأنظمة والحكومات دون أن تقدم حلاً قاطعاً يرضي الله الذي أمر بالعدل. وأنتم يا منصة العدل، نرجو منكم أن تقفوا بجانب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، وإلزام الدولة بهذا الوطن بسرعة اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق كل مواطن مصري وكل معني بالقضية. وشكرا. كنت هايلة آية. شكرا يا نديم، بس أنا عندي ليك خبر، هو وحش قوي وفي نفس الوقت خير. الحاجة فتحية توفت النهاردة الصبح. لا إله إلا الله، الله يرحمها، أنا الست طيبة قوي. هي مريضة بقالها فترة، تقدر بقى تستلم الشقة بتاعتها، تباعها، تأجرها، أهو تعمل قرشين كويسين. تصدقي إيه؟ إن أنا مبقاش فارق معايا العمارة خالص. كفاية اللي أنت عملتيه مع والدي. موقف عمري ما أنساه. يعني بقينا أهل، وده بالنسبة لي أهم كتير جدا من الفلوس. الفلوس أهي تروح وتيجي. عندك حق يا نجم. يا ريت كل الناس زيك. اتفضلي. اتفضلوا يا جماعة. اتفضلوا. وبعد سنتين من القضية اللي أنا كنت رفعها على الدولة وخسرتها، المشكلة لسه قائمة. مش بس كده، ده موكلي بقى خصم بيطالبنا بإخلاء الشقة بحجة إن العمارة قايلة للسقوط.
وانا بطالب بلجنه هندسيه لحسم المساله. بعد اذنك يا فندم ممكن اتكلم؟ امال انت جايب محامي ليه؟ ومع ذلك اتكلم اتفضل. دلوقتي يا فندم العماره دي مبنيه سنه 54 واساساتها متاكله، وانا معايا تقارير من مكاتب هندسيه مختلفه بتثبت صحه كلامي ده. اسمح لي يا سياده الرئيس، انا بطعن في التقارير دي. بعد اذنك يا ريس انا لسه مخلصتش كلامي، لو سمحت يا ريت الاستاذه ما تقاطعنيش. ما تقاطعوش يا استاذه، كمل يا استاذ نديم. يا ريس الناس ما بقاش عندها مانع تعيش في عمارات قايله للسقوط. العماره مش قايله للسقوط. لا يا فندم العماره قايله للسقوط. اللي عايز اقوله يا فندم ان احنا خلاص مع بعض ما بقيناش قادرين نوصل لحلول في قضيه الايجار القديم. حاولت والله العظيم حاولت بس فشلت. مستنيين ايه بقى؟ لما ناكل بعض؟ ايامها حلوة مع عشقها.